بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 195. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته، ومنحه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع والطيب والخبيث، ونهاه عن تعاطي ما يخل بهذا العقل حتى يستمر يؤدي وظيفته على خير وجه. ولما كان الإنسان لظلمه وجهله قد يجني على عقله، وضع الله له عقوبة رادعة عند ذلك، فله الحمد على فضله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج، ونخص الحديث في هذه الحلقة عن حد المسكر وما يتعلق به من أحكام. فالمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي. والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل، والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي الصحيحين وغيرهما: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. وكل شيء يستر العقل يسمى خمرا، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل، أي سترها له. وهذا قول جمهور أهل اللغة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام سواء سكر منها أو لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين. قال: وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة. انتهى كلامه. وهذه الحشيشة التي أشار إليها وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، فهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدنا ويروجها المفسدون في أرضنا، وهي تأتي لأفساد شبيبة المسلمين، ويعمل على ترويجها اليهود وعملاؤهم ليفتكوا بالمسلمين ويفسدوا شبابهم ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل الصالح لمجتمعاتهم، وعن الجهاد لدينهم، وعن صد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين عالة على مجتمعهم، أو يعيشون رهن السجون. كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه وتناوله، لا للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره. أما تحريم التداوي بالخمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأما تحريم شرب الخمر لدفع العطش فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. ولا يجوز استعمال الطيب الذي فيه كحول لأنه نجس. وإذا شرب المسلم خمرا أو شرب ما خلط به الخمر كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيره يسكر، فإنه يجب أن يقام عليه الحد، بقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود وغيره. ومقدار حد الخمر 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود،
80، فضرب عمر 80 وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فلم ينكره منهم أحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها. وقال أيضا: الصحيح أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. انتهى كلامه. ويثبت حد الخمر بأحد أمرين: إما بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين. واختلف العلماء هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها على قولين، فقيل لا يحد بذلك وإنما يعزر، وقيل يقام عليه الحد إذا لم يدعي شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، حيث قال: ومن قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو بإخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب. هذا متفق عليه بين الصحابة. وقال ابن القيم رحمه الله: حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف. انتهى. أيها المسلمون، إن خطر الخمر عظيم، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10، حيث قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة بحسم مادتها وعقوبة مروجها العقوبة الرادعة، فإنها تجر إلى كل شر، وتوقع في كل رذيلة، وتثبط عن كل خير. كفى الله المسلمين شرها وخطرها. وقد ورد في الحديث أن قوما في آخر الزمان يستحلونها، وقوما يسمونها بغير اسمها ويشربونها. فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار. وفق الله المسلمين لما فيه الخير، وجنبهم ما فيه الشر. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.